مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء، تلاميذ المستوى الخامس ابتدائي بمؤسسة الانبعاث الخصوصية. مرحبا بكم في هذه الحصة التي سنقوم فيها بتصحيح تمارين كتابية للصرف والتحويل الخاصة بدرسي اسم الزمان والمكان واسم الآلة. أدعوكم أولاً أعزائي عزيزاتي إلى تذكر قاعدة اسم الزمان والمكان قبل أن نبدأ تصحيح الجزء الخاص بهذا الدرس. القاعدة تقول: اسم الزمان هو اسم يدل على زمان وقوع الفعل. اسم المكان هو اسم يدل على مكان وقوع الفعل. يصاغ اسم الزمان والمكان على وزن مفعل من كل فعل ثلاثي صحيح مضارعه على وزن يفعل أو يفعل، من كل فعل ناقص يعني معتل الآخر. يصاغ اسم الزمان والمكان على وزن مفعل من كل فعل ثلاثي صحيح مضارعه على وزن يفعل، من كل فعل مثال يعني معتل الأول. يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل غير ثلاثي على وزن اسم مفعول. والآن ننتقل إلى تصحيح التمارين. إذن لتصحيح التمرين الأول الذي يقول: اقرأ الجمل التالية وحدد اسمي الزمان والمكان، فسنجيب هكذا: حان موعد الحصاد. الجملة هنا تتضمن اسم الزمان هو موعد من فعل وعد، وهو فعل مثال يعني معتل الأول، سيكون وزنه على وزن مفعل. جملة ثانية: مجرى النهر ضيق. الجملة هنا تتضمن اسم المكان مجرى من فعل جرى، وهو فعل ناقص معتل الآخر، سيكون وزنه على وزن مفعل. استيقظ العامل قبل مطلع الفجر. اسم الزمان هو مطلع من فعل طلع مضارعه يطلع، سيكون وزنه على وزن مفعل. نقل المريض إلى المستشفى. اسم المكان هنا هو المستشفى من فعل غير ثلاثي استشفى، سيكون وزنه على وزن المستفعل، مفهوم؟ أما السؤال الثاني، دائما في درس ما الزمان والمكان سيدفعنا إلى ملء الجدول التالي. سيكون الجواب على غرار ما يلي: هبط مضارعه يهبط على وزن يفعل. إذن اسم المكان هو مهبط على وزن مفعل. رمى فعل ناقص معتل الأخير، سيعطيني يرمي. اسم المكان مرمى على وزن مفعل. لجأ مضارعه يلجأ، اسم المكان ملجأ على وزن مفعل. تنزه فعل غير ثلاثي يتنزه، اسم المكان متنزه على وزن متفعل، مفهوم؟ أما الآن فلنستحضر القاعدة الضابطة لدرس اسم الآلة ومفادها: أن اسم الآلة اسم مشتق يدل على الأداة التي وقع بواسطتها الفعل. يصاغ اسم الآلة غالبا من الفعل الثلاثي على الأوزان التالية: مفعل، مفعلة، مفعال، فعالة. ثم قد يكون اسم الآلة جامدا غير مأخوذ من الفعل ولا يخضع للأوزان السابقة، نحو
تلفاز، قلم، سكين. كما قد يؤخذ من الفعل غير ثلاثي مثل مسطرة. هيا بنا نصحح السؤال التالي. حدد نوع الأفعال التالية وصغ منها اسم الآلة مع تحديد وزنه مع الشكل. على بركة الله نبدأ تصحيح. لدي الفعل قص، نوعه ثلاثي، اسم الآلة مقص، وزنه مفعل. يفك الإدغام هنا، هذا فعل مضاعف. كوى ثلاثي، اسم الآلة مكوات، على وزن مفعلة. نفخة ثلاثي، اسم الآلة يمكن أن نقول منفخ ومنفاخ، إذن على وزن مفعل مفعال. قادة ثلاثي، اسم الآلة مقود، نقول قاد يقود، اسم الآلة مقود، وزنه مفعل. غسل ثلاثي، نقول غسالة، على وزن فعالة. والآن مع آخر تمرين، وهو زن أسماء الآلة التالية وركبها في جمل مفيدة. بخصوص تركيب الجمل، تحتفظون بجملكم الخاصة إذا كانت جيدة من حيث التركيب والمعنى. إذن سنقول اسم الآلة مفتاح، وزنه مفعال. نركبه في جملة ونقول فتحت الباب بالمفتاح. ننتقل إلى منجرة، وزنه مفعلة. مثال لتركيبه في جملة، يبري المتعلم القلم بالمنجرة. دراجة، على وزن فعالة. تركيب في جملة، اشتريت دراجة جديدة. سكين فعيل. تركيبه في جملة، تقطع التفاحة بالسكين. فهمتم؟ أتمنى أن تكون أجوبتكم صحيحة، وإن كانت هناك أخطاء أتمنى أن تصححوها جيدا، كما أتمنى أن تحفظ الاستنتاجات كما عودتموني في القسم. شكرا، وإلى الملتقى إن شاء الله.